السلام عليكم خوتي خواتاتي، اليوم بغيتنا نشارك معكم واحد المفاجاه لواحد الحاجه يلاه وصلتنا ما كناش متوقعين بان غادي توصل اليوم، اللي هي هاد الحاجه. هذه هي الدرع ديال اليوتيوب، الدرع الفضي، وهذا يلاه جانا. دابا غادي نحلوه قدامكم الخوت، باقي ما محلول ما والو. دابا غادي نشوفوه كي داير ونشاركوا معكم هاد اللحظه هذه الخوت اللي حقاش بالفضل ديالكم. غادي نحلو دابا وغادي نشوفوه بالفضل ديالكم باش خدينا هاد الدرع هذا. دابا راه كتحلو دابا الويس. ايو اكسايتد، هادشي راه فرحات الويس والله العظيم، هادشي ما كانش متوقع كاع. حتى انا كتصيفط دفعت ليه باش ناخدو دابا تقريبا شي 10 ايام. يا ديالو انا دابا دير لي واحد الورقه. Congratulations on your subscriber milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement. هنا كيهنئونا في هذا الكارت. This is exceptional. This award was inspected and packaged with great care. And this one also. هنا عاوتاني تاهي كيهنئونا بها. You've just done something that very few YouTuber creators accomplish. هنا كنقول بها الخوت على حساب شنو درنا وكيشجعونا على الخدمه ديالنا اللي درنا. وداكشي هي هذيك اللي كتشوفوا الكرتونه هذه قاصحه ماشي ورقه خفيفه. الخوت الا شفتوا راه شو شنو مكتوب فيه، لاش نخرجوه من البلاستيك مزيان ونشوفوا شنو مكتوب. ما غاديش نقول لكم حتى تشوفوه. شرا ثقيل، والله الا ثقيل والله. اللور ديالو باش كيتعلق. المهم كيف كتشوفوا معانا كتبان لكم عبد الجليل باريك، لويز باريك، اميره باريك. عاد راك تفاجات بها المدام، عاد قلتها لها قبل ما يجي بشي 3 ايام حيت كيعطيوني العزله شنو نكتب. درت من الاحسن نكتب هذه اللي كاينه انا بحال هكا، كاع سمياتنا، سميتي وسميت لويز وسميت بنتي. المهم راه هو هذا كيف كتشوفوا معانا الخوت. شو السلام عليكم خوتي، دابا بغيت نقدم لكم واحد العضو جديد اللي هو الصديقه ديالنا، اللي هي المقربه يعني الصديقه الحميمه ديال لويز، اللي هي كلوي. كلوي هاد السيد راه تقريبا كتعرفوها، راك ديما في كومونتيرات عندنا في الانستغرام وشحال من حاجه. الصراحه الله يعمرها دار درويشه بزاف. المهم جات عندنا على غفله، باش ماشي على غفله، اخر لحظه عيطتنا قالت لنا انا جايه. المهم دابا كنشارك معاكم هاد اللحظه هذه، ناكلوا ان شاء الله ومن بعد عاوتاني غادي نعرفوكم عليها مزيان ملي تهضر ان شاء الله.
مهم خوت دابا راه بغينا سالينا بالماكله الحمد لله كل شيء سالا هو هذاك بخير. دابا راه بغينا نوريو الصديقه ديال لويز كلوي هذاك الدرع الفضي ان شاء الله بغيت نقول لكم الذهبي ان شاء الله العقوبه الذهبي ان شاء الله. المهم بغينا نوريو ليها هي مشوقه ليه بزاف ها وحده هنا. المهم دابا راه غادي نوريها لها انا باقي جامعه هنا ان شاء الله تنفيو الدار عندنا ان شاء الله الى بغى الله. المهم انا عطيناها هي تحلى كنقلس عشان راه فرحانه بزاف وحق الله عشان مشوقه لي. شوفوا الخوت راه فتحتو البارح هذه الكارت اللي وريتكم في الاول هذا هو اللي سلقنا عليكم البارح. واو جايز كم اون از ات نايس It's beautiful. Yeah. What an accomplishment. That is absolutely amazing. Did you see what he did? The names, yeah? Oh, okay. Yeah, because it's normally... Abdul, Louise say, and Amira. You should say Barak. You should say that. Yeah, it's normally so that I have to put the same, yeah, the same with our channel. Yeah, to put that's the name of our channel, like Barak Vlog. Yeah. But I talked with the YouTube team. And they told him if you can change that name instead that like Barak Vlog to do this name. What a nice thing to do. Yeah, and they surprised Louise about this because she didn't know till like 2 days ago or 3 days, yeah? Mm-hmm. I told her about it. What you feel from Yeah, it's Abjalil Barak, Louise Barak, Amira Barak. You know, because three of us it's supposed to be like that. It's absolutely beautiful. It's heavy. It's heavy. Get the control. It's gotta go on the wall. Yeah, in the wall, yeah. Where are you gonna put it? You gonna put it in the living room? No, in our house. Yeah. In our house. Inshallah, if I get like a ان شاء الله غادي نخليه في الزون هنايا. ان شاء الله تنمشيو للدار عندنا ولويز ان شاء الله. ماكش باغي نهضر على الموضوع ولكن ان شاء الله قريب ان شاء الله غادي ناخذ الدار. ومن بعد غادي نهضروا على هذه القضيه هذه وغادي نحطوها عندنا تما باغي ان شاء الله باغي ندير بحال اوفيس بحال شي بيرو عندي تما واحد الدار المهم خلي ذاك نهار تم من بعد نهضروا عليه مزيان ان شاء الله دونك باش هنا تقدم بالدار باش تاخذ الدار عندك وداك الشيء المهم حتى هذاك النهار نهضروا فيه ان شاء الله. اي سلاك ميرور يو سي لاحظتوا واحد الحاجه الخوت بحال المرايه انتم كيف كتشوفوا او يبان لكم التليفون راه بحال المرايه هذا بزاف عرفتي ناصح شوف شقال الله يلا شقال Well, congratulations guys, it's a huge accomplishment for something that seems to have blown up so quickly. You've done so well, so fast, and this is just proof. The first one when Louise told me we have to start doing vlogs, Like, كيف قلت لكم الخوش على لويز هي اللي كانت تقول لي نديروا فلوجات نديروا فلوجات هي اللي ماشي انا مبزز عليها انا مبززش عليها انا نسولها هنا قدامكم. Who told me we have to make vlogs? Say it. انا ما سمعتش واه قالت لك هي باش الواحد ما يبقاش يقول في الكومنتات انا مبزز عليها مبزز عليها When she told me we have to start vlogs I don't have that idea that we're gonna have this thing It was her idea Yeah It was all you It was her idea, yeah. she told She's forced me on here Yeah she said we can't start I said no not now not now I was all the time saying not now because I don't want not now not now but she was forcing me then because I never thought that I'm gonna get this one Really? I just can't Yeah, that's because of the people also they trust us. This exactly. He's just a shy one. just a camera. قالت لها راه حشمانة. I'm here though. المهم هذه بغيتكم تعرفوا راه كلوي درويشة بزاف عرفتي الله يعمرها دار عرفتي بحال تقولوا عندها واحد الهيت بحال المغربي يعني بحال تقولوا مغربي فعلا زران نشر فهمتي ديما باغا تضحك هكا تضحك هذه اللي فيها هي ديما انتما كتشوفوا وماشي يعني في هذيك الدريات اللي كيطيروا ولا صراحه قال انا كنقولها لكم كنشهد بها هذه شهاده وحق الله العظيم شهاده ليها الدريه الله يعمرها دار الله يسهل الله يعمرها دار كيف كتشوفوا تبارك الله زوينه الله يعمرها دار صاحبه لويز يعني شحال من حاجه
انا اللي كنقول لكم الخوش الله يتلا يعمر هذا. انا شهادة اللي كنشهد بها اخاكك يا صالح دير النشاط والله منك شكون معناك النشطة كش بقى تضحك وصافي. I'm chilling them on watch you. Oh, that's hello. Your... Beautiful. Beautiful and lovely girl and friendly. Many things like that. And she's going. And I'm nodding along. I just know what you were saying. So I just want to say thank you guys for this. Thanks for the award. Yeah, you're welcome. And I'll be taking this home with me. Good job, guys. Can you say something to them? I'm Lou's best friend. I'm 30. I live in Newport. I'm Welsh. I have no idea what else to say. قالت لكم راهي الصديقة ديال لويز صديقة المقربة وعندها 30 عام ساكنة في نيوبورت في ويلز وقالت لكم عارفة ما تقول. I look forward to our beauty blog soon. Beauty blog. Okay. قالت لكم عبارة beauty blog. Yes. Yes. New channel. قالت لكم على حساب القناة الجديدة إن شاء الله غادي تكون ديال لويز يعني البنات اللي يعني مخصصين في هذيك القضية ديال كيسولوا على شعار على حساب الحوايج على حساب المكياج اللي عندها ولا شي حاجة. أنا ما غاديش نقدر ندخل في هذا الشيء حيت أنا ما غنفهم فيه والو ما نحطوش في هذه القناة هذه إن شاء الله غادي ندير القناة ديالها وأنا غادي نعاونها في المونتاج وما غاديش نوري البنات يعني المكياج اللي كتستعمل شي حاجة اللي كديرها بحال هكا شي حوايج شراتهم العيالات الحاملين شنو خاصهم اللي الله باقي جداد في هذه الفترة ديال الحمل غادي تقول لهم شنو ياخذوا شنو النصائح اللي غادي تعطيهم كهي خدات نصائح من قبل وتنصح بها ناس اخرين. هذا ما كان الخوت راه غادي دير قناه ديالها جديده ان شاء الله راه قريبه نحلوها ان شاء الله وديك الساعه توكلوا على الله اللي باللي يعني اللي مهتم بالامر يدخل عندها في بيوتي فلوج. Yeah, we'll be doing hair, face, beauty vlog. No, okay, name. What's gonna the name? Just my name. Your name. تقدر تكون سميتها لويز باريك تقدر تكون سميتها بحالك في باش ديال فلاش شانيا شوف على انستغرام يا هاي وين ميك ات في هذا في شانيل ديالها فلاشين راه غادي تكون لويز باريك ان شاء الله راه كيف قالت لكم تاكلوا غادي يكون على حساب الشعار وعلى حساب اللي ماسك ديال الوجه ايز سكين يو غانا بي وذ هير يا ان وان او تو ميبي يا راه غادي تكون معاها ان شاء الله. I just want to play with the goodies. ان شاء الله غادي تكون معاها هذا هو الخوش انا عرفتكم على كلوي الله الله يعمر هذا وباغي نهضر على واحد النقطه الخوت اللي مهمه بزاف. I'm gonna tell them what the people saying to you in the messages. الخوش انا نصيحه للدراري راه كنعطيهم غادي نقولها لكم هذه النقطه هذه in Instagram what the people saying. الخوش نصيحة مني يا الخوش إلا باغي تهضروا مع شي درية قاورية ما تدخلوش بهذيك الطريقة الخاوية الخايبة كاع جاية ديريكت باغي نتزوج بك بلادي كيف كاع هضرت على هاد النقطة شحال من خطرة الخوت وكنلقاها نفسها وحق الله والله كنبغي نوريكم الميساجات ولكن كنخاف من السميات حشومة نشوهم وحق الله العظيم باغي نتزوج بك هو ما كيعرف ما والو جا نيشان هذا عاونيني ديني هي ماشي سفاره اللي غادي تعاونك ولا غادي تديك واحد كيقول لها عاونيني اعطيني الفلوس ما عندي والو عاونيني اعطيني باش نطلع عندك بلا كيقول لك يقول لها انا البلاد مديره ليا ومديره ليا ومديره ليا راه الخوت راه ملي كتهضر معاهم على هاد النقاط هادو الخوت راه ما غادي تشوفك حتى شي دريه راه سواء مغربيه سواء صوماليه سواء كما كانت راه ما غاديش ديها فيك الراجل هو اللي كيكون بقيمتك ملي كتكون عندك قيمتك وكتهضر مع دريه بقيمتك وقيمتك مرفوعه راه هي كتموش عليك. انا نقول لكم هاد القضيه الخوت وحق الله العظيم وبتجربه لحقاش ملي كطيح من قيمتك راه قيمتك طاحت قدام كلشي كتهز قيمتك راه قيمتك كطلع قدام كلشي. هذا باش نقول لكم هاد النقطه الخوت انا شفت شي ميساجات والله تخلعوني وحق الله وراتني تليفونه والله هي تخلعوني عاشي الميساج اللي بنادم كنشوف بنادم بلا حيتو ماشي بنادم معلوك ولا اللي غادي نهضروا عليه بحال هكا صغير وتا بنادم بلا حيتو وتا شي بانو برك يهضر يعني تقريبا كذا 20 عام يعني 27 26 التقاضي ديالو كيهضر بهاد الهضره هذه جايه نيشان باغي نتزوج بك ودابا هادي هضره الخوت بحال هكا يعني ماشي هضره هادي ما والو. انا باش نعطيكم هاد النصيحه والسيده راه مخطوبه راه انا الخطيب ديالها هذا باش تكون عندكم هاد القضيه هادي باش بلا ما تبقى شي يبين واحد الصوره خايبه على المغرب والله تملي كيعاودوا لي على المغرب بحال هكا كنحشم والله تملي كيجيوني شي هضره بحال هكا كيقول لي شو بنادم ما كيجيو كيقول لي بواحد الضحك
وانا كنحسبها بطريقه اخرى. والله حتى كتجيني عاد كتجيني بحال شي حاجه خايبه. علاش بحال كيعايروا ليا في السمعه ديال البلاد ديالي؟ لحقاش شكون اللي كيديرها؟ شي نماديج بحالكم اللي كيخسر الصور. شي نماديج، انا ما كنقولش كلشي شي نماديج. شي نماديج راه عقليه زيرو، راه داكشي علاش البلاد ما واصلاش. راه البلاد ما واصلاش ماشي بالدوله ولا راه بالعقليه ديال بنادم اللي عقليته زيرو. راه داكشي علاش، حيت الدوله ما غاديش تحط والو. واش الدوله غادي تجي عندك حتى الفراش حتى الدار وغادي تقول لك نوض قاعد وانت فايق حتى جوج الصباح جوج العشيه، وعاد غادي تجي عندك تقول لك زيد تخدم ولا نعطيك فلوس؟ راه ما جاش اخوت، راه ما قلبتيش على راسك، راه ما غادي تلقى والو. راه تحركوا ترزقوا. هذا ما كان الخوت، وشكرا لكم بزاف. لويز راه مشات عند البنيه. شكرا لكم بزاف الخوت. هذه هي الكلمه الاخرى. حنا وريناكم هذا الدرع الذهبي، ديما كنقول الدرع الذهبي، ان شاء الله العقوب عليه، ان شاء الله الدرع الفضي العقوب عليه. وكنتمنى لكم التوفيق الخوت اي حاجه بغيتوها. وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف. الفيديو اللي موراه هذا غادي يكون ان شاء الله على حساب كيفاش تاخذ فيزا، اي فيزا ديال اوروب ديال الانجليز ديال اي فيزا ديال بصفه عامه، باش تاخذها باسهل طريقه وبلياقين، يعني 100% ان شاء الله. حيت كاين اللي كيقول فيزا غير زهر، فيزا ماشي زهر، فيزا خدم عليها وبواحد النقاط ديالها. هذا ما كان الخوت، شكرا لكم بزاف. ما تنساوش سبسكرايب قناه لي لايك ديالكم للفيديوهات. وشكرا لكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. واش سي سامثينغ بوت اوف يو؟ سلامه 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 سلامه. يلا السلام عليكم الخوت، بيس.